نرجع تاني مع بعض مع اللواء حلمي، مشهور طبعا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس بعثة المنتخب في الكاميرون. وكنا يعني توقفنا بعد مباراة نيجيريا وبعد الصدمة وبعد الخسارة والأداء السيء في ماتش نيجيريا، حصل اجتماع مع اللعيبة ومع الجهاز الفني واتعهدوا ان هو يحسنوا الأمور في اللقاءات اللي بعديها. ماتش غينيا بيساو بقى، أنا أحب أضيف إن محمد صلاح أحسن لاعب في العالم، لكن من بعد ماتش في نيجيريا شفت أعظم قائد فريق في العالم والله بكل أمانة، يعني قائد الفرقة، كابتن فرقة بكل الحب وكل وحمس الولاد، وكان أول المحمسين للولاد ولم فرقته وتعهده وبقى يعمل لهم هو لقاءات يقعد مع اللعيبه، يعني مع اللعيبه بشكل منفرد وبشكل جماعي، بشكل جماعي. واول تمرينه بعد ماتش نيجيريا خلصوا التمرين جمعت الفرقه ولقيتهم بيقولوا تحيا مصر. انا عليا دمعت، قلت الولاد دول هيعملوا حاجه، لانه شفتوا مضغوطين، يعني باين عليك دلوقتي انت كنتوا مضغوطين. شفت فيهم ان دول ولاد مصر فعلا، حتى لو كانت المستويات الفروقات بين الفرق بتاع، لكن عزيمه الرجال دي قلت هيعملوا حاجة. ونقلت الكلام ده لمجلس الإدارة والأستاذ جمال والدنيا، وكانوا متأكدين إن هم هيعملوا حاجة بالرغم من الهجوم الإعلامي وانتقادات. واللي كان بيزعل بس إن كان في بعض التجاوزات، يعني الانتقاد ده موجود، ده حق مشروع طب. يعني النقد كان بيوصل لكم التجاوزات دي؟ التجاوزات دي كانت بتوصل، بتزعل اللعيبة وبتزعل الجهاز الفني. في الحقيقه ان برضه من ضمن الحاجات الكويسه اللي اتقالت ده ان الولاد ما بيتفرجش على الحاجات دي. يعني اذا كان حد زميله يقول له بتاع مش عارف ايه، لكن هم صموا اذانهم عن اي حاجه الا هدف واحد، ان هم يرجعوا مكانتهم ومكانه مصر في البطوله. فكان ماتش غينيا ده ماتش صعب، لان مش في قوه المنافس، لكن انت عايز لازم الظروف تتخطى ماتش نيجيريا، تتخطى الماتش النيجيري. والحمد لله ان ربنا وفقهم وعدوا ماتش نيجيريا، وكان لازم برضو يعدوا ماتش السودان عشان ما نخشش في حسبه بقى احسن توالت ونطلع بالرأفه وبتاع. والحمد لله ان ربنا وفقهم. فبدا بعد كده يحسوا، بدا يبقى في ثقه، ست ماتشين حتى لو مش باداء عالي بس تخطيت ماتشين مهمين. وكان بقى العقبه ان انت هتقابل كوت ديفوار، فرقه جامده جدا، وثقه الولاد وعزيمتهم واحساسهم بالتفاف الشعب المصري، التفاف الشعب المصري بيهم وباحساسهم ان مصر كلها وراهم. وما يفوتنيش ان انا اشكر حزب مستقبل الوطن وعلى الدعم والحشد الجماهيري اللي جابه للولاد، كان لها تاثير كبير جدا. هو كان قالوا لي برزنتيشن واستادات وحزب مستقبل الوطن، حزب مستقبل الوطن دول نظموا الرحلات، المصريين كانوا جايين بكل حب وبتشجيع، رفعت من معنويات الولاد وحسوا ان مش هم لوحدهم، ده مصر كلها وراهم. يعني ادوا المباريات مش يعني بموت ان لازم يكسبوا.